أستاذ أحمد، يعني الإصلاح يفترض الحكومة منين تبدأ بالإصلاح؟ من أي قطاع؟ من أي؟ يعني حقيقة الحكومة هي راعي أبوي وهي أحد أركان الدولة، بالتالي الإصلاح يبدأ من الجميع، التربية، التعليم، نشر ثقافة يعني التعايش المشترك. إحنا الواحد عندنا مشكلة صارت في مدينة الناصرية، الدولة عاجزة وقفت، قوات الأمن عاجزة عن صراع بين عشيرتين تستخدم كافة صنوف الأسلحة، وبالتالي هناك لا وجود للدولة، وهذه الثقافة هاي مشكلة، هاي مشكلة كبيرة. وبالتالي البارحة المشاهد اللي نشوفها مأساوية، يعني البعض كان يتصور هي في حرب السودان، حرب السودان أقل كلفة وأقل إطلاق للرصاص بين جيشين، وبالتالي زين وين المحافظ؟ وين المحافظ ما له دور؟ شلون ما له دور؟ وأنا أقول لك ليش ما له دور؟ هو غير مسؤول، يعني هو هو صحيح رئيس الأمنية، أنا معك، ولكن إذا هو إذا يحكي العشيرة الثانية تروح على عشيرته ويصير صراع، وبالتالي هاي الثقافة أنا أرجو دائما أكون قاسي على يعني الكثير سواء سياسيين أو شيوخ عشائر أو مثقفين أو أدباء، عندما لا يمارس دوره شيخ العشيرة بشكل منطقي والسياسي لا يمارس دوره بشكل مهني والأديب تنفقد المركزية، يبيع قلمه، أصبحت فوضى. تمام. لذلك البلد يحتاج لإصلاح الكثير، وأول ما نبدأ بالمنهج الدراسي. إحنا سعد مناهج دراسية اللي وضع المنهج قال تعال حلق الأخبار أروح حلها. طيب أنت شو خليتها؟ أنا باوع يعني أقرأ بعض الكتب بالأول ابتدائي وثاني ابتدائي، جايب له معادلات بالرياضية حتى الله سبحانه وتعالى ما يقبل به، وبالتالي هذا نوع من نوع الجهل حقيقة. إحنا نعرف أكو يعني الطالب من يعني يبدي دار دور الى اخره، واتواصل وياه الى القمه، تمور اسن جايب لي يعني في ماده كلش عظيمه حقيقه ما يفهمها الطالب، وهذا مو صحيح، انا اعتبر نوع من انواع التخريب. لذلك عندما يعني انا اعتقد هو في بعض الحين انا اسميها الى تصبح الخيانه وجهه نظر، هذه كارثه كبيره. الان احنا الدوله تثق بسين من الناس وجيب سين وسين يطلع خائن. هو الخيانة مو بالضرورة يشتغل مع مخابرات دول أخرى، هي الخيانة عندما لا يقوم بعمله بشكل صحيح، سواء يكون جاهل أو غبي، واثنيناتهن يعني حقيقة هي مشكلة، أو هو يعمل للخارج، وثلاثتين هاي مشكلة كبيرة. وبالتالي أنا أقول الإصلاح عملية بالعراق تحديدا، الكثير تحدث بالإصلاح، والمصلحين الآن جاءت الأزمة، حتى يعني هذا نور ما أدري شو اسمه نور زهير هم يقول أنا مصلح، يا ليش أنت شنو مصلح؟ يقول لك أنا بدي أصلح المجتمع من خلال أجيب هذين الفاشنسات وما أعرف شنو وأسوي ليالي حمراء، وبالتالي تمام. وهيثم الجمهور هم يعتبرون نفسهم المصلحين، وأعطيك دليل على ذلك. هيثم الجمهور في اليوم قدموا له 80 نائب، قالوا له يا أبدا المتقاعدين خطية، خلينا نزيدهم كل واحد 100,000، قالوا لا الدولة توقع يعني الهرم الاقتصادي يوقع، واذا به الوحده ما اخذ له 40 مليار بايقين، تمام؟ وزوجته رجعت 4 مليار. وهاي المشكله انه انت يا تجي بتقول علي وهذا موضع ثقه يصبح خائن، اذا اصبحت الخيانه وجهه نظر بدليل اطلقوا سراحهم. مو هو هيك الحكي لو لا؟ هو احنا هسه احنا هذا اطلق سراحهم وين مغيبين؟ هسه هذا احنا مصيرهم قانون واحد لو يتقسم بالعراق، قانون العقوبات لعام 1969 معدل واحد. واحد يقول لك ليش يحكمونا 7 سنوات، ونور زهير يقول له شكرا جزيلا جيب لنا وحل وياك. بالتالي هاي نحن شرنا ثقافه للاخرين، يا بيقول لك تعال دخلنا مو قلت كم فلس سعوداني اعطي نصهم واطلع، وبالتالي هذا خطر، هذا خطر حقيقي. انا من قناتكم الكريمه وناشد الادعاء العام ان يضع حد لهذه المهزله، وبالتالي يا سيد الكريم اصبحت الخيانه يعني وجهه نظر تناقش بالبرلمان. نعم. وتناقش في الرقابة، لكن نحن نرجع نقول إن خليت قلبت لا بد أن أكون نعم وطني. كما تفضل الدكتور حقيقة أثنى على كلامه إنه الحكومة تسير بخطوات جادة لحل كثير من المشاكل الاقتصادية. طيب. وأقف على أساس الاقتصاد، عندما يكون الدولة اقتصادها متين ما تلقى مشاكل. نعم. ولكن إذا تلقى الدولة اقتصادها ضعيف طبعا يصير قتل وإجرام. طيب. وبالنتيجة النهائية يعني خراب للبلد.